السلام عليكم. كان في سؤال انا كنت حليته بطريقه، وفي طالب بعت لي طريقه اجمل في الحل، طريقه بسيطه جدا. الطالب محمد احمد محمد عطيه من الشرقيه. طبعا احنا كنا حليناها عن طريق ان احنا عملنا اكتر من معادله. اللي عايز يعرف الطريقه اللي انا حليت بيها يتابع السؤال ده من خلال قائمه المسابقات اللي موجود على القناه. الطريقة اللي هو حلها محمد قال ايه بقى؟ قال ان احنا عندنا، هو طبعا هو بيقول لك في الشكل المقابل عايز فرق الجهد بين النقطتين A و B. احنا بنقول ده سلك فاضي، فالنقطة دي تنفع تبقى A، ودي كمان تنفع تبقى A، والنقطة دي كمان تنفع تبقى A، وده سلك فاضي. فاذا كانت دي B يبقى هنا برضو B، وهنا B، وهنا B. يبقى دلوقتي المقاومة 9 دي اللي بيمر فيها تيار اي واحد اي ثلاثة هتبقى بين A و B، والمقاومة 12 اللي بيمر فيها اي 2 برضو هي بين A و B، والمقاومة 18 اللي بيمر فيها اي واحد بين A و B. يعني جميع المقاومات متوصلين على التوازي، والاميتر ده له مقاومة. الدليل ان هو لو كان سلك فاضي كان لغى المقاومات دي ولغاها، يعني مش هيمشي فيها تيار، لكن التيار متحقق على الاسلاك، وبالتالي الاميتر ده له مقاومه. فمحمد قال ايه بقى؟ قال ان احنا هنخلص المقاومات اللي على التوازي 9 وال12 وال18. هنقول 1 على ار داش بيساوي 1 على 18 زائد 1 على 12 زائد 1 على 9، هتطلع 1 على 4. يبقى انا عندي فرع فيه مقاومه 4 اوم، وفرع تاني فيه الاميتر اللي ماشي فيه تيار قيمته 8 امبير. طبعا في تيار تاني قيمته 11 امبير. التيار ده داخل على النقطه 11، هنا هيعدي السهم اهو الاسفل 8 امبير، يبقى هنا هيعدي كام؟ 3 امبير. وبالتالي اقدر اجيب فرق الجهد من خلال النقطتين دول، هقول 3 في 4 ب 12 فولت. يبقى الاجابه هنا هتبقى 12 فولت. طب تعالى بقى نجيب التيارات. هنيجي على التيار مثلا اي واحد في 18، اي واحد في 18 بيساوي 12، ما هو فرق الجهد هنا هو فرق الجهد هنا هو فرق الجهد هنا وهنا، يعني هو القيمة اللي احنا حصلنا عليها 12. يبقى اي واحد بيساوي 12 على 18، هنختصر على 6 فيها الاتنين، على 6 فيها التلاتة. طيب وهتبقى اي 2 في 12، اي 2 في 12 بتساوي 12، وده معناه ان اي 2 بتساوي 1 امبير. واي 3 في 9، اي 3 في 9 برضو بتساوي 12. يبقى اي 3 بتساوي 12 على 9، على 3 فيها ال 4، على 3 فيها ال 3، فتبقى الاجابه الصحيحه رقم ب. تمام كده، وبكده احنا جاوبنا على نفس السؤال ولكن بطريقه تانية أبسط منها. والسلام عليكم.